أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النصر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. حروف المد. This is the only one that supposed to be long. حروف المد. مد الواجب المنفصل. إذا جاء نصر الله والفتح. And as I used to tell you, it's من أربع حركات إلى ست حركات. 4 seconds to 6 seconds. That the elongation will go. إذا جاء نصر الله والفتح والفتح والفتح. Make sure you say that right. إذا جاء نصر الله والفتح. This ah, you pronounce it. إذا جاء نصر الله is connected with the na. إذا جاء إذا don't say إذا جاء it's wrong and don't say إجا جاء either it's wrong it's not two جاء it's one جاء and one ذال إذا جاء إذا 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 جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح next آية ورأيت الناس الناس because of the مسددة in there you have to have the غنة تنوين ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. This you will not say أفواجًا because you stop on it. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا واجا because of the stick. أفواجا that make the word long than normal. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا make sure يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لاهي not في دين الله a lot of people do that they read في دين الله أفواجا في دين الله لاهي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا next آية فسبح 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 بحمد ربك فسبح 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 بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد بحمد فسبح بحمد سمحة ده حاهية سمحة هي فسبح بحمد ربك واستغفره So this jim means you have to stop here. You could join it all the way to the end, but it's good to stop here. This is breathing part to stop and breathe. Otherwise, you could continue to the end and ask, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
but it will be long. Some people cannot breathe enough to get there, and this is stop place that you can stop and start in Nahu Kanatawaba by itself. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Musaddada in the bika. Make sure you implement that. Wastaghfiruh, sukun in the sin. Wastaghfiruh. Not wastaghfiruh. It's not ri. So then you call in the ri that have a two dot on top instead of the ghain. That's a qaf. So this is ghain. فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره. They call this how saktat, the ha that you stop on. You don't say واستغفره, it's wrong. You can read it that way. واستغفره to the ending. واستغفره واستغفره واستغفره. Don't read واستغفره. Unless if you have to join it to this, then you call this who. That will be فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. So you read who in there, because you don't stop on there, you continue to get it here. But if you have to stop for this jim here, you have to make the how saktat as at the ending. فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إنه نون المسددة again. That's why you have to have a غنة. إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا توابا. دواء because of that. دواء have مسددة and they have that stick in front that make the وابا will be a little longer than the normal. And it's strong because thickness is the مسددة. إنه same thing in here. إنه كان توابا توابا. إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. So we'll stop.